السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل لما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. إن شاء الله يا جماعة، في عندنا النهاردة موضوع اللي هو الأسوفجيال أنوماليز. وكالمعتاد أي كونجنتال أنومالي الإيتيولوجي بتاعه لازم له إمبريولوجيكال باك جراوند. إيه ده الرسمة اللي قدامنا دي يا جماعة؟ الصفرة ده هي دي الفورجت، الجزء أول جزء هنا هو كده هو الفورجت ناحية الأورال كافيتي، والجزء الأولاني ده هو من الفورجت مرة واحدة هيبتدي يتقسم لجزء ناحية ظهر الفيتس هنا هو كده ده دورسال، وعكسه ناحية بطن الفيتس ده يبقى فينترال. نبص نلاقي على الفنترال اسبكت اوف ذا فورجت ابتدى يحصل دايفرتيكولم بلج هنا هو. اسمه ايه الدايفرتيكولم دون؟ الدايفرتيكولم دون اسمه ريسبيراتوري دايفرتيكولم. ليه؟ لان هيحصل منه ديفلوبمنت لكل الريسبيراتوري باسج من اول اللارنكس لحد الاخر خالص لحد اللنج. وعشان الدايفرتيكولم دون هيتكون منه في الاخر اللنج، فبيتقال عليه كمان لنج بد. طلع هو الدايفرتيكولم دون كاوت جروس كده هو من الفنترال بارت اوف ذا فورجت، والدايفرتيكولم دون بقى قاعد يتربى في عزك بيكبر يكبر 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 يكبر. نبص نلاقي ابتدى يتكون بقى ما بين الدايفرتيكولم ده والدورسال بارت اوف ذا فورجت ابتدى يتكون ريدجز، تو لونجيتودينال ريدجز، ريدجز ماشيه بالطول، ريدج على اليمين وريدج على الشمال، اسمهم الريدجز دي تراكيو اوسوفيجيال ريدجز. واضح من اسمها تراكيو اوسوفيجيال ريدجز لانها هتحصل ما بين الجزء اللي هيكون الاسوفيجس والجزء اللي هيكون التراكيا والريسبيراتوري باسج، فعشان كده بنسمي الريدجز دي اللي داخله وبتكبر هنا كده بالطول تراكيو اسوفيجيال ريدجز. في الكات سيكشن ده بقى هيبين لك الريدجز دي اهي اليفيشنز في اليومن، وقاعد تكبر 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 لحد ما الريدج اليمين والريدج الشمال هيقابلوا بعض، والمفروض نورمالي يروحوا عاملين كومبليت سيبتم. سيبتم اكيد اسمه تراكيو اسوفجيال سيبتم، لانه هيفصل لك دلوقتي الفورجات بقى لايه؟ لجزء فنترال اللي هو هيكون اللارنكس والتراكيا والريسبيراتوري باسج، وجزء دورسال اللي هيكون لك الاسوفجس. طبعا لو حصلت الحكايه بالمنظر اللي انا قلته ده انت مولود 100% زي ما انت ايه متعودين فينا كلنا، والحمد لله ربنا ساترها معانا. اكيد الكونجنتال انوماليز بقى هتيجي منين؟ من ايرور في الديفلوبمنت ده. هو ابسط حاجه بقى في الايرور ده هو ان ايه؟ ابسط حاجه ان التراكيو اوسوفجيال سيبتم دون يبقى انكمبليت. تصور بقى لو اتولدت في اي منطقه ما بين التراكيا والاسوفجس بالمنظر ده، انكمبليت تراكيو اسوفجيال سيبتم، كده انت هتتولد التراكيا فاتحه على الاسوفجس، وزي ما انتم عارفين كونكشن بين تو ابيثيليال سيرفيسز ده يبقى اسمه ايه؟ فيستولا. فيحصل تراكيو اسوفجيال فيستولا بيوصل ما بين الميوكاس ممبرين اوف ذا تراكيا اند ذا اسوفجس. نبص نلاقي العيانين دول بقى، دي رسمة تانية حلوة قوي برضو للديفلوبمنت للدايفرتيكولوم اللي قاعد يكبر 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 يكبر، ودي الريدجز اللي انا بقولك عليها تراكيو اسوفجيال ريدجز اللي قاعدة تزيد 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 لحد ما تلحم وتروح فاصلة دور سالي ورا اسوفجس وفنترالي قدام الريسبيراتوري باسج لارينكس بالتراكيا ب الريسبيراتوري كاباسج طريق كله بقيته يعني لحد الالفيولاي واللانج. باثولوجيكالي بقى
باثولوجيكالي ايه انواع الكونجينيتال انوماليز اللي بتحصل؟ مبدئيا هما اتنين كونجينيتال انوماليز مفيش غيرهم، يا اما تتولد بالاسوفيجاس سد كده اهو، دي اسمها اتريزيا، واتريزيا في المنهج كله يعني اورجن ربنا خلقه سد، او اللي انا كنت لسه بقول لك عليها دي خرم موصل ما بين التراكيا والاسوفيجاس يبقى اسمها تراكيو اسوفيجيال فيستولا. نبص نلاقي احنا عندنا بقى خمس انواع من الحكايه ده هي. اول نوع اللي اسمه تايب A، ده 7% من الحالات وده اصعب نوع من انواع الحالات اللي في علاجها. ده واحد بقى ربنا عمل له ايه؟ بروكسيمال اوسوفيجيال باوتش مسدود في اتريزي، وديستال اوسوفيجيال باوتش ناحيه الاستومك مسدود، وما فيش الحمد لله اي فيستولا. فده يا جماعه باوتش مقفول من فوق وباوتش مقفول من تحت، وده اسمه بيور اتريزيا 7% من الحالات بس، واسمه تايب A. عندك بقى تايب B وسي ودي، ده انت عندك اتنين جزئين من الاسوفاجس دلوقتي، جزء بروكسيمال وجزء ديستال. عشان تحفظ التلاتة دول سهلين قوي، التلاتة دول مرة هتبص تلاقي فيه فيستولا مع البروكسيمال باوتش بس، ده يبقى جروب B وده أندر واحد فيهم 2%، و الديستال بارت اوف ذا اسوفاجس ده اتريزيا وما فيهوش اي فيستولا. النوع السي وده الكومنست على فكره، في عندك باوتش بروكسيمالي من الاسوفاجس مقفول سد، لكن الديستال بارت اوف ذا اسوفاجس هو اللي متصل بقى المره دي بال تراكيا بتراكيو اسوفاجيال فيستولا. فالمره الاولانيه كان البروكسيمال بارت اوف ذا اسوفاجس هو اللي عامل الفيستولا مع التراكيا، نمره سي ودي الكومنس، ده اكتر من 80% من الحالات، اللي يقول 85 اللي يقول 86 اللي يقول 90، نبص نلاقي الفيستولا مع الديستال بارت اوف ذا اسوفاجس ودي نقف عندها دي الكومنس. لو في فيستولا مع الديستال بارت اوف ذا اسوفاجس يبقى وانت بتتنفس هواء، الهواء هيخش على الديستال بارت اوف ذا اسوفاجس والاستومك وبقيه الانتستين، والهواء ده نكتشفه في البلين اكس راي ان في اير اندر ذا دايفرام، فوجود اير اندر ذا دايفرام يبقى انت عندك فيستولا مع الديستال بارت اوف ذا اسوفاجس. في طفل تاني تعمل له اكس راي ما تلاقيش اي اثر لاي هواء تحت الدايفرام، لو ما فيش اي اثر لاي دواء يا جماعه الهواء تحت الدايفرام دي معناها على طول ان ما فيش فيستولا مع الديستال باوتش او ديستال بارت اوف ذا اسوفاجس يعني، ماشي؟ يعني مثلا دي مش هتلاقي فيها اي اثر لاي هواء لان مفيش فيستولا مع الديستال بارت اوف ذا اسوفاجس. دي برضو اكيد مش هتلاقي فيه معاها اي نوع من انواع الهواء في الاستومك او في الديستال بارت اوف ذا انتستين. النمره دي بقى احنا قلنا سي في باوتش مع البروكسيمال بارت اوف ذا اسوفاجس، بي سي في فيستولا مع الديستال بارت اوف ذا اسوفاجس، نمره دي بقى فيستولا مع الاثنين مع البروكسيمال بارت والديستال بارت اوف ذا اسوفاجس. فالاربعه دول سهلين قوي، واحده ايه؟ بيور اتريزيا، بيور اتريزيا. نمره بي فيستولا مع البروكسيمال بارت اوف ذا اسوفاجس، سي فيستولا مع الديستال بارت، دي فيستولا مع الاثنين بروكسيمال وديستال بارت اوف ذا اسوفاجس. طب نمره دي بقى ده في فيستولا مع ما بين التراكيا والاسوفاجس، عامله زي حرف الاتش، خلت الاسوفاجس والتراكيا مع بعض فاتحين زي حرف الاتش، وهنا بقى ما فيش اتريزيا في الاسوفاجس، في سام سورت اوف ناروينج استينوزيس اوف ذا اسوفاجس، مش كومبليت اتريزيا. اللي نحفظ دايما الانسيدنس بتاعها اللي هي نمره سي دي اكتر من 80% من الحالات، اللي هي فيستولا مع الديستال بارت اوف
ذا اوسوفيجس. يا ترى العيانين دول، يا ترى ثواني كده عشان الكمبيوتر في حاجة. العينين دول ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتهم؟ اكيد اسوفيجيال اوبستراكشن. هتقول لي وايه يعني؟ ماشي، يلا بقى ابلع السلايفا. السلايفا بتاعت الطفل هتتحوش 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 لحد ما هتنط لك فين؟ طبعا ده المنظر الطبيعي بقى، هو السلايفا بتتحوش بتحوش في الاسوفيجس لحد ما توصل للفارنكس، وكده السلايفا هيبقى قدامها طريقين، طريق سهل وواسع اهو قدامها على طول بروكسيمال، وطريق بقى انها تطلع لفوق لحد الاورال كافيتي. هي هتتجمع في الطريقين، بس الطريق الاولاني مين؟ انها هتروح داخله هنا على اللارينكس وتراكيو برونكال تري، والعيان ده كل شويه السلايفا تخش يشرق ويقعد يكح التاكس اوف كف، وعشان الهواء مش عارف يعدي في التراكيو برونكال تري، والريسبيراتوري باسج بيجي له سينوس. ده المين برزنتيشن للعيانين دول. العيانين دول طبعا ما دام بقى هيحصل لهم ريسبيراتوري اوبستراكشن، زي ما انت عارف جاي ورا الريسبيراتوري اوبستراكشن على طول كلمه ريسبيراتوري انفكشن وبرونكونومونيا ونومونيا وبلاوي سودا. العيانين دول يا ترى ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتهم؟ الكلينيكال بيكشر بتاعتهم طبعا بتبان من الام. ايه الام فيها ايه؟ الام ده هنا يا جماعه المفروض عندها في اليوترس، في امنيوتك فلويد دلوقتي اثناء الحمل. ودايما زي ما انتم عارفين الطفل بيبلع الامنيوتك فلويد لانه بيفيد في الغذاء وبيفيد في الديفلوبمنت اوف ذا ماسكوليتشر اوف ذا جي اي تي، وبيفيد في الديفلوبمنت بتاع كل الايه الجسم. فالمفروض في امنيون بيتكون والطفل بيبلع امنيون، ويتكون امنيوتك فلويد ويبلع امنيوتك فلويد الطفل ده. هو الطفل ده يا جماعه هيعرف يبلع امنيوتك فلويد؟ الاسوفاجس عنده سد مش عارف يبلع، فالامنيون بيتكون ويتجمع فيعمل لك بولي هيدرامنيوس. الطفل ده هو في منتهى الاهميه ان هو بقى بعد ما يتولد بريزنتنج بايه؟ الطفل قاعد بيطلع له سلايفا، والطفل قاعد بيطلع له سلايفا، والسلايفا ده هي بتتحوش وتختلط بالهواء اللي بيبلعه الطفل وبيتنفسه الطفل. فالطفل هيجي له ايه؟ تبص تلاقي عنده سلايفا مختلطه بالهواء اللي هو قاعد بيحاول يتنفسه، فبقى في عنده سودو اكسسيف سلايفيشن. هو طبعا ده مش سلايفيشن كتير، لا دي سلايفا العاديه خالص بتاعت الطفل بس قاعده بتتجمع مش عارفه تعدي، مش عارفين نبلعها. فدي طبعا كاركترستيك فيتشر الفروسي سلايفا دي اللي قاعده بتخر من بق الطفل باستمرار كده بس. لما اتفقنا كل شويه في سلايفا هتروح نطه في الريسبيراتوري باسج، فالعيان ده الشوكينج واتاكس اوف كاف مع سينوزس. ولو ركزت كده في وش الواد ده هتلاقيه ان هو ابتدى يزرق، ده عنده سينوزس. على فكره في قاعده بتقول لك بقى اي طفل عنده فروسي سلايفا كتير كده هو في بقه مع كل شويه اتاك اوف كاف وتشوكينج مع سينوزس should be considered as اسوفيجيال اتريزيا until proved otherwise. خلي بقى الام تغلط وتفكر ترضع. الرضاعه دي اول لما يبتدي يرضع والواد شرقان بطريقه فظيعه، واللبن اللي خده بيرجع على طول ريجارجيتيشن. العيان ده هو لو حاولنا نركب له نيزو جاستريك تيوب. النيزو جاستريك تيوب يا جماعه المفروض بدخلها من النوز او من الاورال كافيتي تخش 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 لحد ما توصل للاستومك بتاعه
الطفل ده هو طبعا اكيد يعني مفهومه ان الواد ده يلا دخلوا له الانبوبه النيزوجاستريك تيوب، هتخش تخش تخش تبص لها راحت واقفه، ما دخلتش الاكسبكتد ديستانس لحد الاستومك، وقفت بعد 3 4 سم. نبص نلاقي العيانين دول لو عندهم بقى فيستولا مع الديستال بارت اوف ذا اسوفيجس، يبقى زي ما اتفقنا في هوا هيخش على الديستال بارت اوف ذا جي اي تي اسوفيجس باستومك بانتستن، وتلاقي العيان ده هو عنده ايه؟ عنده اير اندر ذا ديافرام في الاكس راي زي ما هنشوف، وعنده الاستومك والانتستن مليانه هوا، مع كل نفس هوا بيخش، مع كل نفس هوا بيخش. فتبص تلاقي العيان عنده ابدومينال ديستنشن، ولو جيت تعمل له بركشن تبص تلاقي بطنه بتطبل من كتر الهواء اللي فيها والريزونانس. الكارثه بقى الفظيعه ما دام الديستال باوتش ده متصل بالاستومك، الاستومك طبعا بتفرز اتش سي ال، وكده الاتش سي ال ممكن يحصل له ريجارجيتيشن انتو ذا تراكيو برونكيال تري، ويجي لك افظع نمونيا في الدنيا، اسيدك نمونيا. العينين دول طبعا اكيد زي ما انتم عارفين في قاعده شهيره قوي في الانوماليز تقول لك لا تاتي المصائب فرادى، فانا هو بقى ادور على بقيه المصايب، ان انت تلاقيت تراكيو وسوفجيال كونجنتال انومالي دور على اخواتها بقى. اخواتها بيتلخصوا بكلمه فاكرل. ايه فاكرل ده بقى؟ فاكرل ده يدل على فيرتبرال انومالي، انوريكتال انومالي، كاردياك انومالي، تراكيو اسوفجيال انومالي، رينال اند يورينري تراكت انومالي، اند اخيرا انوماليز اوف ذا ليمبس. فدور على بقيه اخوات العيان ده وانت بتكشف عليه. طبعا دي روتينيه لو جالك في الكلينيكال على فكره، اي حاله كونجيتال انومالي افتكر لا تاتي المصائب فرادى، والطفل ده لازم يتمسح من شعر راسه من فوق لتراتيف صوابعه من تحت for detection of associated congenital anomalies. العينين دول تحبوا تعمل لهم انفستيجيشن زي روتيني طبعا قبل الولاده، الام بتعمل لها طبعا الالترا ساوند، فممكن في الالترا ساوند بتاعت الست دهيا نكتشف associated congenital anomalies، وتكتشف طبعا الامنيون ده اللي ما بيتصرفش، امنيوتك سوري فلويد، الامنيوتك فلويد اللي قاعد بيتفرز والطفل ما مش عارف يبلعه، فتلاقي فيه عندها البولي هيدرامنوس. بلين اكس راي مهمه قوي قوي في العينين دول، اول ما تبقى سسبكتنج الحاله، اول ما تبقى سسبكتنج الحاله بص على طول في البلين اكس راي. طبعا الهواء اللي الطفل قاعد بيبلعه بيبلعه بيبلعه، شايفين الهواء اصلا واقف فين؟ نرسم لك البروكسيمال بلايند اوسوفيجيال باوتش، بس في هواء تحت الديافرام، يبقى اكيد في فيستولا مع الديستال بارت اوف ذا اسوفكس، دي برضو في هواء تحت الديافرام يبقى في اكيد فيستولا مع الديستال بارت اوف ذا اسوفكس. بس اللي يهمني بقى في الاشعه دي ايه؟ حاولوا يدخلوا في الطفل ده راديو اوبيك نيزوجاستريك تيوب. كان المفروض الراديو اوبيك نيزوجاستريك تيوب دي نورمالي تمشي في خط مستقيم يعني في الاسوفجس لحد ما توصل هنا في الاستومك. شايفين دخلت الراديو اوبيك نيزوجاستريك تيوب، لقينا الانبوبه دي بتقول لك لف وارجع تاني، بقت كويلد ولف وارجع تاني عشان اصطدمت بالاتريزيا اللي في الاسوفجس وعرفت الليفل اوف اتريزيا. عرفت الليفل اوف اتريزيا من الاشعه دي اهي، وعرفت ان في فيستولا مع الديستال بارت اوف ذا اسوفجس بالهواء ده. طب اديني راي سعادتك في الاشعه دي، فين الهواء اللي تحت الدافرام؟ مفيش هواء تحت الدافرام في الطفل ده، يبقى دي مفيش فيستولا ما بين التراكيه والديستال بارت اوف ذا اسوفجس. طبعا برونكوسكوبي هتفيدنا قوي ان انا احدد مكان الفيستولا فين، وما تنساش تعمل بقى عشرات الانفستيجيشنز تو اكسكلود association of anomalies اللي قد تكون موجودة. العيان ده علاجه ايه؟
طبعا urgent pre-operative preparation، هي طبعا لازم عمليه هتتعمل هتتعمل، بس لو خدت قطر عمليات العيان ده مات اكيد. فالعيان ده هو في انكيوبيتور على طول كبري اوبرتيف بريبريشن واي سي يو يا ريت. فانكيوبيتور واي سي يو ونركب له بسرعه خرطوم، والخرطوم ده هو ساكشن مستمر. دخلنا خرطوم كده هو ساكشن تيوب واقفه في البروكسيمال باوتش وقاعده بتشفط باستمرار عشان تمنع الانهاليشن نمونيا، ولو حصل اي انفكشن لازم عالج الانفكشن ده باستمرار. وما تنساش في الانفستيشنز اللي انت هتعملها توكسيكلود اذر كونجيتال انوماليز اكيد هتعمل له ايكو كارديوجرافي، احسن وقعتين في العيان ده هو ليكون في الكونجيتال انومالي عنده رايت اورتيك ارش وانت ما تعرفش، لان الستاندرد تكنيك هنا هو ان انا هفتح بوسترولاترال رايت سوراكوتومي انسيجن، ولو انا مش عارف فتحت رايت سوراكوتومي انسيجن وانا داخل هقابل الكونجيتال انومالي دي اللي هي رايت اورتيك ارش وممكن نعمل له انجري. فالعيان ده ويقال ان بتحصل في 5-10% من الحالات، فنعملها ونعمل لها اوكسكلوجن ونطمن عشان اعمل بعد كده الروتين اوبريشن اللي احنا متعودين عليها. العيان ده بقى العمليه بتاعته ايه؟ الكونجنتال انومالي لو هي يعني في العادي المعقوله يعني، ده الاكسبوجر بيكون من خلال رايت بوسترولاترال اكسترا بلورال انسيجن بره البلوره خالص بنقشرها، ويا اما بفتح سوراكوتومي انسيجن في الانتركوستال سبيس، او طبعا دلوقتي واحنا في عالم بقى الناس الحريفه بتاعه المناظير ممكن بتعمل كتير او باي سوراكوسكوبيك اكسبوجر. الروتيني طبعا يعني ان انت الفيستولا اللي هتلاقيها هتروح عامل لها ايه؟ عامل لها ليجيشن وديفيجن، والخرم اللي في التراكية اعمل له ريبير، والاسوفجس اعمل له ريبير. فريموفال اوف ذا فيستولا ديفيجن ليجيشن اند ديفيجن وريبير اوف ذا تراكية اند ذا اسوفجس. وان اوبريشن المفروض انها تكون وان اوبريشن ما دام الكونجيتال انوماليز خفيفه. بس في مشكله بقى ساعات يا جماعه، الجاب بيكون كبير قوي في النوع اللي انا كنت بقول لك عليه اللي هو بيور اتريزيا ده. ساعات فعلا البروكسيمال بلايند باوتش والديستال بلايند باوتش دول بعاد جدا عن بعض، والطفل ممكن يكون عنده سيفير انومالي معاها بريماتيوريتي، فالطفل صغير قوي التيشو هتبقى صغيره وهتبقى العمليه صعبه قوي، والطفل ده كمان عنده سيفير انفكشن نمونيا، هنخدره ازاي دون ولا هنعمل له ايه؟ فبيني وبينك في الحالات السيفير دي اللي هي سيفير بريماتيور او سيفير نمونيا او سيفير انومالي وجاب كبيره، دي احسن بقى هتعملها تو ستيج. ايه التو ستيج دول؟ اول ستيج نحافظ على حياه الطفل ده. نحافظ على حياته بايه؟ نحافظ على حياته، اولا عايز اغذيه. فهروح فاتح له فتحه من الاستومك على بره واحط له جاستروستومي تيوب بقى. فتحة في الاستومك فور فيدينج جاستروستومي تيوب، والسلايفا دي اللي هتموته وانهاليشن وبتاع دي بيتحل بطريقه من اتنين. لو الطفل ده هنعمل له عمليه بعد اسبوع اسبوعين شهر، في جراحين اطفال كتار قوي يقول لك كفايه نكتفي ب ساكشن تيوب باستمرار ودايما مفضيين ومانعين الانهاليشن. لكن لو احنا مثلا قررنا ان احنا هنعمل العمليه دي بعد 4-5-6 اشهر، لا يبقى بقى دي محتاجه ان انا اروح فتح الديستال اوسوفيجس سوري البروكسيمال اوسوفيجس دون في النك. بفتح البروكسيمال بارت اوف ذا اوسوفيجس في النك عشان السلايفا تنزل منه باستمرار. دي اسمها ايه الحركه دي؟ اوستومي اوسوفيجو اوستومي، وفاتحها فين؟ في النك، يبقى اسمها سيرفايكال اوسوفيجوستومي. العيان ده هو عملنا امننا الانهاليشن ومنعناه بالطريقه من اتنين، وامنت الفيدنج بغاز الطفل، كده احنا حافظنا على حياته. وفي العمليه الاولى دي كمان بنعمل ديفيجن للفيستولا.
بعد عدة شهور بقى ما الطفل هيكون كده كبر والتيشو بتاعته كبرت والجنرال كونديشن بقى بتاعته كويسه، يلا اعمل لي بقى اسوفيجيال ريكونستراكشن. ازاي؟ زي ما خدت في كارسينوما اوف ذا اسوفيجاس بالظبط. هو ايه الميثودز اوف اسوفيجيال اوبستراكشن ريكونستراكشن؟ دي اشهر حاجه وابسط حاجه، شدوا المعده لفوق، جاستريك بول اب، او اجيب سيجمنت من الكولون بالبلاد سبلاي بتاعه واعمل كولون باي باس، انستموز ما بين الاستومك تحت والهيلثي بارت اوف ذا اسوفيجاس فوق، كولون باي باس. او العمليه الصعبه دي بقى اللي هي مايكرو سيرجيكال تكنيك، الجاب الكبيره دي طز فيها، هحط مكانها جرافت من عيان. بس دي بقى محتاجه مايكرو سيرجيكال تكنيك عشان تجيب الجرافت بالبلاد سبلاي بتاعه سليم. مين الجرافت ده؟ وان جيوجينال ريبليسمنت للديفكت ده اللي موجود، حطت مكانه سيجمنت من جيوجينال بالبلاد سبلاي بتاعها سليم. وزي ما قلت لك دي محتاجه نيورو سيرجيكال تدون مايكرو سيرجيكال تكنيك. ويبقى ده يا جماعه الاسوفجيال اتريزيا. ثانك يو فور جود ليسننج اند جود لك.